السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قناتكم الجميلة أول معتز الإلكترونيات على اليوتيوب. بالنسبة اللي بيتفرج عليا لأول مرة ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة، وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال، وكل ما يخص الترددات الفضائية على جميع الأقمار، وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة لها. بإذن الله اللي هيتابعني هيستفاد من الحلقات اللي أنا بقدمها لكم أول بأول. تعالوا بينا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عن إيه. مباراة قوية جدا جدا ومن العرض الثقيل هتجمع بين فريقي الأهلي المصري مع فريق الرجاء المغربي في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لنسخة عام 2022، وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الموافق 16/4 لعام 2022 في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، على 10 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة والعراق وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين، 10 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية. ويمكنكم مشاهدة المباراة بالمجان من خلال أحد القنوات أو أحد الأقمار الآتية. أول حاجة معانا بالنسبة لتايم سبورت، ولكن التردد الأرضي، يعني لازم يكون عند حضرتك ريسيفر بيتعامل بنظام الاستقبال الرقمي أو الاستقبال الأرضي الرقمي. تاني حاجة معانا بالنسبة لقمر يوتلسات موقع 9 درجة شرق موجود عليه أرت 1 وأرت بي على تردد 11900 معدل الترميز 27500 والقطبية اتش أو هوريزنتال أو أفقي، أو عبر قنوات فوتبول وفريزيتش على تردد 11785 معدل الترميز 27500 والقطبية اتش أو هوريزنتال أو أفقي الموجودين عليها سات موقع 52 درجة شرق، أو من خلال قنوات إيرف فريزيتش الموجودة على أنتلسات موقع 62 درجة شرق على تردد 11350 معدل الترميز 30000 والقطبية في أو فيرتيكال أو رأسي، أو من خلال قنوات بين ماكس الموجودة على قمر أسرة 19 وسهلة جدا استقباله بأطباق تبدأ من 60 أو 70 سنتي، وموجودة على ترددات 11857 و 11897 معدل الترميز 29700 والقطبية في أو فيرتيكال أو رأسي، وبتعمل بثبات تام على سيرفرات أوركا وفور إيفر وأيضا الجوسات والنشير. يعني بسهولة جدا جدا كلها شهد المباراة القوية اللي هتجمع بين الأهلي المصري والرجاء المغربي في إطار دوري أبطال أفريقيا من خلال أحد القنوات المجانية اللي ذكرتها لحضراتكم. مع أطيب التمنيات للجميع ومشاهدة ممتعة، أشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.